كيف نختار نوع البلوت؟ Choosing plot types and custom styles. بدك تستخدم هذه الخريطة. هذه الخريطة شو بتسأل؟ What would you like to show؟ إيش تحب تورجي في الفيجواليزيشن تبعك؟ أنت ممكن تورجي ثلاث شغلات في الفيجواليزيشن. ممكن تورجي ثلاث شغلات، إيش هما؟ Distribution توزيع البيانات، Relationships علاقات بين الأتريبيوتس، Trends إذا ترند ساعتها ملكاش إلا خيار واحد اللي هو اللاين بلوت. تمام؟ إذا بدك توجد العلاقات بين الأتريبيوتس بين الأعمدة في عندك خيارات كثيرة. إيش هي؟ البار بلوت، الهيت ماب، سكاتر بلوت، سوارم بلوت، ريج بلوت، الأم بلوت. الريج بلوت والألأم بلوت هو زي السكاتر بس برسم لك ريجريشن لاين، علاقة خطية أو خط خط يعني للعلاقة بين تو أتريبيوتس هذه. الريج بلوت إنه بيكون وان لاين، الأم بلوت بيكون مالتيبل لاينز حسب الكاتيجوريز اللي أنت بتلون فيها اللي بتحطها في الهيو. السكاتر بلوت في الغالب إنه لازم تكون أنت عندك الإكس والواي نيوميريك، ما بيمنع إنه أنت تحطه كاتيجوريكال. تمام؟ لكن إذا كان كاتيجوريكال يفضل إنه أنت تستخدم إيش؟ السوار بلوت. البار بلوت عشان تتقارن القيم بين بعض، واحنا شفناها استخدمناها في المقارنات، مين اعلى واحد مين اقل واحد كفيجواليزيشن. والهيت ماب برضه كذلك، بروح بعمل لي طيف من الالوان بتحدد لي انه مين اعلى واحد ومين اقل واحد بناء على اللون. هذا كله استكشاف علاقات بين اتريبيوتس. اما الديستريبيوشن توزيع البيانات، بدي استكشف توزيع البيانات. ايش في عندك؟ في عندك الهيستوغرام، KDE بلوت والجوينت بلوت. هذول الثلاث انواع انت ممكن انه انت تستخدمها في الرسمات. تمام؟ طيب نيجي الان للمشروع المطلوب منك. هنزل لك اياه كاساينمنت عشان انت حتسلمني نوت بوك. في انا جمعت لك داتا سيت للفيجواليزيشن، حوالي 26 داتا سيت، وانتو عددكم تقريبا 17 او 18 على ما اعتقد او 16. كل واحد ياخذ داتا سيت لحال، انا حوزعهم بشكل عشوائي. والتوزيع بشكل عشوائي انا قاصده لانه انت لما تيجي تشتغل في شكله انت ما بتختارش الشغله اللي انت بدك تشتغل عليها، بتختارش الدومين اللي انت بدك تشتغل عليه. الدومين بيجي لك هيك تلبس فيه. تمام؟ الداتا سيت هذه ادي لك فكره عنها، هيومن ريسورسز داتا سيت، افتحها زي هيك. هتلاقي انه هيعطي لك الكونتكست تبعها. هذه عباره عن داتا سيت يوزد فور ليرنينج داتا فيجواليزيشن اند بيزك ريجريشن، مناسبه جدا للفيجواليزيشن لانه انت ممكن تعمل تطبق عليها الاي دي اي اكسبلوراتوري داتا اناليسيس، تستكشف البيانات. تمام؟ انا ايش بتحكي؟ هاي الانسبيريشن، انت ممكن تركز تحاول تجاوب في الفيجواليزيشن تبعك على هاي الاسئله. زي ما احنا كنا نسال، هل في علاقه بين السكر والسعر؟ هل في علاقه بين السكر والبريفرنس؟ تمام؟
فبالتالي is there any relationship between who a person works and their performance score؟ هيو أدارة كلمة مفتاحية relationship. شو نوع البلوت تبعك؟ يا بتستخدم سكتر يا هيت ماب يا يعني تختار اشي مناسب. تمام؟ What is the overall diversity profile of organizations of the organization؟ اوكي فهيو بقية الأسئلة زي هيك. هذه شغلة. الشغلة الثانية انه انت ممكن تروح على الكيرنلز، هادو ناس ثانيين اشتغلوا على نفس الداتا سيت هذه وحاولوا انه هم يعملوا فيجواليزيشن لهذه الداتا سيت، بتشوف انه ايش الأسئلة الثانية اللي هم جاوبوا عليها. طبعا هنا في الموضوع مش بس انه انت تعمل لي بلوت، خد هاي البلوت، لا، بدي تحليل، بدي اناليسس، وهذه مهارة، ومهارة مطلوبة جدا انه انت تكون عندك انه القدرة انه انت بس تطلع على البلوت زي هيك تقول معنى الكلام انه كذا 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 كذا، تروح تكتب لي هذا الكلام كمارك داون، بتدون هذا الكلام كمارك داون. اوكي، هاي الداتا سيت الاولى. الداتا سيت الثانية الورد ديفلوبمنت انديكيتور. تمام، بدي اوضح لك شغله انه انت عندك اكثر من سي اس في فايل، والسي اس في فايل هذه قد تحتاج انه انت تعمل جوين بيناتهم كونكات، والكونكات بتروح بترجع للباندا شيت شيت، لانه انت الداتا فريمز هذه ممكن تحطها تحت بعض او ممكن تحطها جنب بعض، بدك تعمل جوين على اساس عمود معين. تمام، يعني زي الداتا بيز بالضبط. انت عندك هاي الكانتري، الكانتري نوتس، هاي الانديكيتورز. اوكي، ستودنت بيرفورمانس ان اكزامز، شوف الانسبيريشن تبعها، تو اندرستاند ذا انفلوينس اوف بيرنتس of the parents' background, test preparation on students. هل البابا ومامته مهندسين؟ هذا خلص دائما بيجيب علامات ممتازة في الاكزام. هل الطلاب اللي ساكنين في المنطقة الفلانية دائما انه يعني فلتة؟ بالضبط، يعني انه اسئله زي هيك، يعني انه انا بحكي assumptions وبدي اشوف انه حسب الفيجواليزيشن هل الفيميل بيجيبوا من يعني اكثر من الميل في الامتحانات بالنسبه لإلي في الكورسات اللي عندي. في الكورسات اللي عندي take it easy، يعني ما تدقش كتير. لأنه هنا في هاي في ميل وفي ميل، الجندر يعني إله. طيب نشوف شغلة مختلفة، هذه بارسلونا داتا سيت. كيف؟ فيش لا لا، هذه بارسلونا للمدينة نفسها مش لشو اسمه. طيب هذه الكوفي اند كود. هنا الكوفي اند كود، دو بروجرامرز درينك مور كوفي. طبعا هنا تيست كيس لليبنون، هذا واحد انه جمع داتا سيت للكودرز تبعت ليبنون وجمع البيانات هذه وحاول انه يعملها فيجواليزيشن، والفيجواليزيشن هيو عامله هنا. مين بيشرب قهوة أكثر، الميل ولا الفيميل؟ أنا بحكي من الكودرز. طب إيش بيشربوا أكثر؟ نسكافي ولا إسبريسو ولا تركيش كافي؟ بدك تدخل الشوجر في الموضوع. تمام؟ بس عملوا في البروجكت شويه
تبعت برشلونة؟ البوستن هاوس ممكن تاخذ سامبل، ممكن تاخذ سامبل، خذ سامبل. السامبل سامبل يعني انا كان في عندي تحليل للكوفيد، بدي اورجي لك بس الكود تبع السامبل. هذه فيها 26,000 رو، تمام؟ في عندك ميثود اسمها سامبل، ايش بترجع لك؟ صف واحد عشوائي. هي سامبل ثاني، تمام؟ بتلاقي انه مختلف عن الاولاني، هذا 22/5، هذا 14/5، تمام؟ سامبل 5 رجع لك خمس سجلات. فانت خذ اعمل سامبل مثلا ل 10,000 20,000 من المليون سجلات، وبتبدا تعمل فيجواليزيشن عليها. خلاص ما دام انت صارت عندك كديتا فريم في الذاكره، فانت بتقول انه السب دي اف بتساوي الدي اف دوت سامبل مثلا 10,000 زي هيك. خلاص هذاك بتتركه وبصير انه انت بتركز على اوكي. لا خلاص اخذها وخزنتهم في داتا فريم، اعمل فيجواليزيشن للداتا فريم الجديد هذا، تمام. في عندك لليوتيوب، في عندك للومنز اي كوميرس كلوثز، سان فرانسيسكو لايبرري يوزج، وفي عندك سعودي ارابيا بوكينج دوت كوم، الاوتيلات الموجوده في سعودي ارابيا. في عندك هاوس برايسز بس لمدينه ثانيه للبوستن، هذه حكينا فيها مشكله، هذه حستبدل لك اياها، تمام. الملبورن هاوسينج سناب شوت ممكن تعملها فيجواليزيشن، لانه ما سبق انه احنا نعملها فيجواليزيشن، بس انت اوريدي يعني فاميليار. اوكي طيب، بناء على هذا الكلام بدي اوزع الان الداتا سيتس هاي.